فريق الرجاء البيضاوي. عند اللاعب يازور، يازور تمريره مزمنه في اتجاه اللاعب متولي، محاوله محاوله والهدف، الهدف الاول لبعد فريق الرجاء البيضاوي في الدقيقه 44. قلت نصف محاوله في اتجاه اللاعب متولي محسن، هنا التمريره الحاسمه ومتولي امام الحارس يتمكن من تسجيل هدف السابق. اذا هدف لبعد فريق الرجاء البيضاوي في الشوط اول، يعني ربما المحاوله واستعادتها. تمريره جميله في اتجاه اللاعب كروشي، محاوله الدخول، ماذا قرار تحكيمي، ضربه جزاء، ضربه جزاء لفائده فريق الرجاء البيضاوي. اختراق جميل جدا، والحفيدي بلمسه واحده، هي الكرات اللي يمكن ان تصنعها الفريق، اللمسه الواحده، اللمسه الواحده تمريره من طرف اللاعبين يقول الغلبه. نتابع الانطلاق والهدف الثاني، الهدف الثاني لفائده الرجاء، هدف ثاني سيزيح ثقل كبير على كاهل.